بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. إن شاء الله يعني في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. سهلا مرحبا بأخي الحبيب النجيب الصفارق والأعزاء الكرام، فريق البرنامج وإخوة القناة والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله. أحييكم جميعا بدعية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام دكتور. إن شاء الله ندخل في الأسئلة مباشرة طبعا. وكان يعني في ورد سؤال من أخ سائل بيسأل، بيقول إن احنا الآن في شهر شعبان يعني، واقترب شهر رمضان، فكيف أفوز بشهر رمضان مع العلم أنني لا أستطيع التغلب على نفسي والتوقف عن المعاصي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الشريف يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. مرة ثانية: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. هذه مواسم الطاعات، مواسم يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأجر والثواب على الأعمال الصالحة، فلذلك لابد من أن نستعد لذلك قبل دخول شهر رمضان. فيمون هذا هو التاسع ربما من شعب، اسمه عفوا السادس من شعبان تقريبا. فلذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غير من الأشهر الأخرى. ولما سئل في ذلك نبي الله صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي، قال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يعرض ويرفع عملي وأنا صائم. فبالتالي ممكن الأخ صاحب السؤال وأمثاله وأشباهه ونظراءه من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعني يهيئون أنفسهم لصيام رمضان، لصيام بعض أيام شعبان، ولا سيما من كان عليه أيام رمضان الماضي. وهنا أنتهز هذه الفرصة وأذكر الإخوة والأخوات، الإخوة الذين أفطروا في رمضان الماضي بسبب مرض أو سفر أو بسبب أي عذر شرعي من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر، كما أذكر أخواتي وبناتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها التي أفطرت في رمضان الماضي بسبب العذر الشهري الدوري، الدورة الشهرية، أو بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة، ولم تصم حتى الآن وزال هذا العذر وارتفع. أوصيهم وأذكرهم بقضاء ما عليهم من هذا الدين، فهذا دين كما سماه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: دين الله أحق بالوفاء. والسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا الصديقة بنت الصديق، كانت تصوم ما عليها من رمضان في شعبان، وتقول: من الشغل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الممكن من التهيئة لرمضان أن يخرج الغني زكاة ماله، وله كذلك أن يخرج زكاة فطره، أن يخرج زكاة فطره. فإذا كان في زكاة المال يجوز في الشريعة الإسلامية أن يخرج المسلم زكاة ماله مقدما سنة أو سنتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة أموال عمه العباس مقدم سنتين. فالعلماء قاسوا زكاة الفطر على زكاة المال، وقالوا بجواز أن يخرج المسلم زكاة فطره قبل بدء رمضان، ويتعهد بها الفقراء والمساكين لكي يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان، ويقبلوا على الصيام والقيام والاعتكاف وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من هذه العبادات. هذه وكذلك مما يهيئ به الأخ نفسه لرمضان أن يتوب إلى الله تعالى من المعاصي بشروط التوبة. أول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم عليه، وثالثها العزم على عدم العود إليه، كما قال تعالى في هذه الشروط الثلاثة
في آية كريمة من سورة آل عمران وهو يتحدث عن أوصاف المتقين فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو محل الشاهد في الآية الكريمة، ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى مما يهيئ به المرء نفسه لصيام رمضان حتى يدخل فيه يعني بجد واهتمام ويقبل عليه بقوة وحيوية ونشاط، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فيحرص على أيام الشهر من أول يوم فيه، ويحرص على أن يستقبل هلال رمضان بالدعاء: اللهم أهل له علينا باليمن والإيمان والأمن والسلامة، هلال رشد وخير، ربي وربك الله. وهكذا فشروط التوبة الصحيحة التي نستقبل بها رمضان هي: الإقلاع عن الذنوب، 2 العزم على عدم العودة إليها، 3 الندم على هذه الذنوب. وإذا كانت الذنوب في حق من حقوق العباد في الأعراض أو في الأموال أو في الأنفس، فيضاف إلى هذه الشروط الثلاثة، يضاف إلى الندم والعزم على عدم العودة والإقلاع، يضاف إليها أداء الحقوق إلى أصحابها. فإن حقوق الله تقوم على المسامحة، وحقوق الخلق تقوم على المشاححة. يعني أعطيني إيه؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي. فمن كانت عنده مظلمة لأخيه، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في مظلمة في عرض أو مال أو نفس، فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير دكتور. أخ سائل بيقول إن هو كان طلق زوجته من مدة، وعند الطلاق يعني إدى لزوجته، تولت هي رعاية الأطفال الثلاثة، واتفق إن هي تتنازل عن جميع حقوقها، على إن هو بيتنازل عن سيارة بيملكها، سيارة ميكروباص يعني يملكها، هيديها لزوجته أو مطلقته، بحيث إنها العائد من هذه السيارة يصرف عليها وعلى الأولاد. الأخ السائل بيقول إن هو يعني رد زوجته مرة أخرى بعد 6 شهور من هذا الاتفاق، فسؤاله: هل بعد الرد يسترد مرة أخرى هذه السيارة ولا لا؟ طبعا الـ 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 الرجل يعني إذا أعطى لامرأته شيئا، سواء في بداية العقد والاتفاق على الزواج كالصداق كما سماه الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أو الفريضة كما سماه الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، أو المهر بتسمية الحديث الصحيح: أعظمهن بركة أيسرهن مهار أيسرهن مهورة. فما يعطيه الرجل المرأة في إنشاء عقد الزواج يسمى صداقا، ويسمى فريضة، ويسمى مهرة، ويسمى أيضا فريضة بنص قوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذا كان هذا في بداية العقد، فكذلك ينطبق على ما يكون بعد ذلك أثناء استمرار الحياة الزوجية. والله تعالى قال: فيما يحل للرجل أن يتناول من مال زوجه الذي أعطاها إياه في إنشاء عقد الزواج واستمرار الحياة الزوجية، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. شرط الاستطابة، أول وقت أعطاه هذه الأشياء عند الفراق وعند الفصال، وقد تراضيا كما قال تعالى في سورة البقرة في ربع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كمن قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. أراد فصالا، صدر الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني تراضوا وتشاوروا على كيفية الفصال، يعني فصال بالود، كما يقال في المثل العامي: كما دخلوا بالمعروف خرجوا بالمعروف. قال تعالى: فإن أراد
وأكرر، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، والتراضي يسميه العلماء من أفعال المشاركة، يعني هذا راضي وهذا راضي، أنا راضي وأخويا راضي، كالتواصي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي من أفعال مشاركة، هناك موصي اسم فاعل، وهناك موصى اسم فاعل، وهناك موصى به الشيء الذي تواصى به، وكذلك التعاون، التعاون من أفعال مشاركة، هذا معين اسم فاعل، وهذا معان اسم مفعول، والشيء الذي تعاونوا عليه كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشور فلا جناح عليهما، إلى آخر هذا النص الكريم. فبالتالي إذا رجعوا إلى بعضهم البعض والتأم شمل الأسرة وعادت المياه إلى مجاريها الطبيعية الصحية، وبالتالي هو ملزم بالإنفاق على زوجه، وملزم بالإنفاق على أولاده، وملزم بتأمين حاجيات أولاده وزوجه من مطعم ومشرب وملبس ومركب إلى آخر هذه الأمور. فبالتالي لا غضاضة في أن يرجع عما أعطاه قبل ذلك على سبيل الفصال، لأنه زال الفصال، وإذا زال السبب زال المسبب عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. زوجها يعني قبل أن يتوفى كان عليه دين، فهي بتسد في دين زوجها حتى الآن، وبتقول إن هي بتزعل من بعض الناس اللي حواليها اللي بيطلعوا عمرة بتتكلف 40 أو 50 ألف، رغم إن في ناس كتير لا يجدوا الطعام أو يحتاجوا إلى مساعدة زيها يعني نفسها زي حالتها هي. فهل لها حق إنها تزعل من دول اللي بتقول أنا لا أخاصمهم ولكن ببقى زعلانة منهم؟ السؤال، الصوت ضعيف ومش سامع الكلام من أوله أستاذ طارق. اي نعم دكتور. الاخت دكتور يعني بتسال، او هي زعلانه من الناس اللي بيكرروا العمره، يكرروا الذهاب للعمره رغم ان في مساكين يحتاجون. هل الصوت واضح لحضرتك دكتور الصوت الان ولا في مشكله في الصوت؟ الان لان الصوت قطع، وبعدين نرجع تاني. طيب اعيد على حضرتك دكتور. الاخت يعني سائله بتقول انها يعني زعلانه من بعض الناس الاقارب ليها اللي بيطلعوا عمره متكرره، مع العلم ان في ناس يحتاجون الى الطعام والى المساعده يعني او الصدقات. والله احنا من هذا المنبر ومن هذا البرنامج المبارك نقول للاخوه والاخوات الذين حملهم الله تعالى في بره وبحره على فلكه ودوابه وانعامه الى بيت الحرام، وادوا حجه الفريضه وعمره الفريضه، كما فالحج فريضة والعمرة كذلك فريضة كالحج تماما بتمام، لقوله تعالى في البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وصح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج فريضة والعمرة فريضة. من يسر الله له تعالى أداء حجة الفريضة وعمرة الفريضة إذا كان نما إلى علمه أن بعض أقاربه أو بعض أرحامه في حاجة، أو من هم في أرحامه في الرحم الإنسانية العامة، كما قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ذكر الأرحام هنا في ختام هذه الآية الكريمة، وكما قال العلماء علماء علوم القرآن الكريم: إذا رددنا العجز على الصدر، عجز الآية يعني آخر الآية، على صدر الآية يعني أول الآية، فإذا رددنا آخر الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على أول الآية: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يبقى المقصود بالرحم هنا الرحم العامة، الرحم الإنسانية التي أشار إليها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي عندما قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. الأخوة الإنسانية العامة فضلا عن أخوة الإيمان التي عقدها الله تعالى في كتاب الكهف في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة إلى آخر، وكما قال تعالى في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا نما إلى الأخ، إلى علم الأخ،
أو الأخت اللي أدوا حجة الفريضة وعمرة الفريضة أن هناك بعض إخوانه في الإنسانية أو في العقيدة أو في الإيمان من هم في أمس الحاجة إلى ما يطعمون به أنفسهم من جوع ويكسون به أنفسهم من عري ويداوون به أنفسهم من مرضى، فله أن يعدل عن حج التطوع وعمرة التطوع ويقدم يعني نفقات حجة التطوع ويقدم نفقات عمرة التطوع لهؤلاء الذين لا يجدون كسرة خبز ولا يجدون شربة ماء، وهؤلاء الذين لا يجدون الدواء لما ألم بهم من داء ولما ألم بهم من علة ولما ألم بهم من آفة واختلال في صحتهم، وسيكتب الله تعالى له الأجر مضاعفا وسيكتب له الله تعالى الثواب يعني مضاعفا وكبيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ورد في بعض الآثار أن بعض السلف الصالح لعله عبد الله بن المبارك لعله أو غيره من السلف الصالح بينما هو في الطريق إلى الحجاز لأداء حج التطوع أو عمرة تطوع، وإذا به يجد أطفالا يعني يقلبون في القمامة ويقلبون في يعني نفايات يبحثون عن كسرة خبز ويبحثون عن لقمة يسدون بها بطونهم الخاوية، فما كان منه إلا أن يعني قدم إلى هؤلاء الأطفال وأسرهم قدم لهم نفقات حجة التطوع عمرة التطوع، ثم رجع إلى بيته من حيث أتى. يروى أنه كثير من إخوانه وكثير من الصالحين رأوه في الكعبة يطوف حولها والرجل لم يذهب، فكأن الله سبحانه وتعالى كتب له فريضة، كتب له ثواب الحج وكتب له ثواب العمرة لما قدم نفقات حجة التطوع ونفقات عمرة التطوع لهؤلاء الجياع، فلذلك فيه قدوة وفيه أسوة صالحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. الأخت أم محمد من مصر، محمد الفضلي. أم محمد، محمد سمعانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالسؤال. ألو، سامعين حضرتك؟ تفضلي بالسؤال. أخت محمد سمعانا؟ يبدو في مشكلة في التواصل في الصوت مع الأخت محمد. ألو، أيوة سامعينك يا أخت محمد، تفضلي بالسؤال. أيوة سامعينكم. ألو، سامعينك، كملي تفضلي بالسؤال. يا أخت محمد اسمعيني من الهاتف وقولي السؤال على طول. طيب خلاص فقدنا الاتصال بيها. دكتور، أخت سائلة بتسأل بتقول برجاء تفسير قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، هل الأمر مقصور على الرضاعة فقط أم لا؟ شيخ جعفر حضرتك سامعني؟ العمرية والنص الكريم لا تضار والدة بولدها كما قلنا في الآية الكريمة وتلونا منذ قليل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها. نعم، الآية جاءت وسط العبارة القرآنية لا تضار والدة بولدها، جاءت وسط آية الرضاعة، ولكن ما عليه العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مع أن العبارة وردت في موضوع الرضاعة لكنها عامة لعموم لفظها، فما ينبغي أن يحدث ضرر للوالدة بسبب ولدها لا تضر بولدها ولا مولود له بولده. والقاعدة الشرعية التي هي أصل التي في أصلها حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فليس الأمر قاصرا على موضوع الرضاعة إنما هو عام من ذلك لهذه القاعدة لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. أخت محمد تفضلي. أخت محمد تفضلي سمعينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، سامعينك أخت محمد تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. ألو، مش عارف صحيح مشكلة من عندنا ولا من عند الأخت محمد. شباب احنا ممكن نطلع فاصل صغير
يعني بعد شويه كده ان شاء الله لما يكونوا جاهزين عرفونا ان شاء الله نطلع فاصل صغير نشوف مشكله الصوت دي منين بالظبط. دكتور الاخ بيسال سؤال بيقول كيف يصلي من يغسل الكلى طوال النهار؟ طول النهار بيبقى في فتره غسيل للكلى فيعمل ايه في الصلوات يعني؟ طبعا النص الكريم اولا ننتهز هذه الفرصه ونحن في هذه الساعه يعني المباركه والاخيره من يوم الجمعه والتي يعني هي ساعه مباركه وقد ورد فيها الحديث الصحيح عن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه ان في كل جمعه ساعه لا يوافق عبد مسلم يسال الله تعالى شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله تعالى ما سال. فانتهز هذه الفرصه وادعو الله تعالى لهذا الاخ السائل ان يشفيه الله تعالى وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يغادر ألما. اللهم اشفه شفاء تاما واشف مرضى المسلمين أجمعين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. وجزى الله تعالى خيرا كل من يؤمن على هذه الدعوة. والمسلمون الأصل أنهم يدعو بعضهم لبعض كما قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه واحدة. الثانية النص الكريم في الإجابة على سؤال هذا الأخ كيف يصلي، النص الكريم يقول تعالى فيه فاستقوا الله ما استطعتم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الشريف ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهنا لفتة أرجو الانتباه إليها، لفتة دقيقة جدا. النص النبوي يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني قيد النبي عليه الصلاة والسلام امتثال أمره بالاستطاعة. فكأن هناك بعض الأمور تستطاع وهناك أمور أخرى لا تستطاع. أما النواهي فهي في مستطاع ومقدور الكل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النواهي الانتهاء عنها لم يقيد بالاستطاعة، إنما امتثال الأوامر قيد بالاستطاعة. هذه لفتة أرجو التنبه إليها جيدا. فالنص يقول القرآن فاتقوا الله ما استطعتم، والنص النبوي ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن استطاع أن يعني يتوضأ خلال هذه الفترة حد يوضئه ويصب على أطرافه الماء ويوضئه ويعينه ويستعين بذلك في ذلك بأحد له ذلك، ويصلي ما استطاع، يصلي يعني قائما إن استطاع، طبعا إذا لم يستطع يصلي قاعدا، إذا لم يستطع يصلي مضطجعا، كما ثبت بذلك الحديث لعمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه كان به بواسير ولم يكن يقوى على أن يصلي قائما وإلا إذا اتكأ على عكاز أو على عصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي مضطجعا، فإن لم تستطع فأومئ، يعني يومئ براسه. إن لم يستطع تماما كمن يكون موضوع في جبس ولا يستطيع أن يصلي يومئ بعينيه، ولكنه يخفض رأسه أو يخفض عينه ورمش عينيه في السجود أكثر مما يكون في الإيه، أكثر مما يكون في الركوع. إن لم يستطع الوضوء له أن يتيمم، إن لم يستطع أن يصلي الصلاة في وقتها وحال ذلك دون ذلك حالته الصحية له الجمع بين الصلوات التي تجمع بينها كالمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا والظهر والعصر تقديما أو تأخيرا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم دكتور، معنا الأخت محمد، تفضلي أخت محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ سمع حضرتك، تفضلي بالسؤال. أنا عندي سؤال اللي هو دلوقتي أنا عاملة الحجن المكاري والدكتور منعنا عن الصيام. يعني قال لي مش هتنفع الصومي علشان باخد أدوية كتيرة ومنفعش اللي أنا أتوقف عن الأدوية دي عشان لسه الحمل في أول. بعمل إيه يعني أنا دلوقتي مثلا أطلع عن كل يوم وبعد كده باخد أدوية تاني لأسباب يعني أمراض صحية تاني مش بابا قادر أصوم، بقى أطلع يعني الشهر كله ولا أطلع كل يوم ولا أعمل إيه؟ تمام خلاص اسمع الإجابة إن شاء الله أخت محمد. دكتور الأخت في سؤال تاني من نفسها تفضلي. خلي الشيخ يدعي لي اللي ربنا يكمل على خير. وسؤال تاني، أهل جوزي أنا بصراحة مش قادرة أسامحهم عشان هم سبوا فيا كتير قوي،
يعني لما احنا في ايام مفترقه وكده بحاول اللي انا كل ما بسامحهم بس من جوايا مش مسلمه. بعمل ايه انا في الحاله دي؟ اقسم، تمام بس خلاص، هم يعني ظلموني جامد. تمام خلاص ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله يا اخ شكرا. محمد. يا دكتور الاخت محمد، سؤالها الاولاني عن مساله ان الطبيب نصحها بانها لا تصوم لانها في المرحله الاولى في عمليه الحقن المجهري وبتاخد ادويه كتير، يعني فماذا تفعل في شهر رمضان؟ هل تطلع عن كل يوم ولا تطلع عن الشهر كاملا في بدايه الشهر؟ يعني أبدأ حديثي عن ابنتي أم محمد بالدعاء لها بأن يتم الله تعالى حملها على خير وسائر بنات المسلمين الحوامل، اللهم اجبرهم جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض، أتم عليهم نعمتك وارزقهم وارزقهن ذرية صالحة تكون جندا مخلصا مخلصا، اللهم أمين، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، هب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، أدعو لهم بدعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه واحدة. أما الثانية فإذا كانت على هذه الحالة إن خدت حقن مجهري لموضوع الحمل، والطبيب إذا كان مسلم ثقة على دين، مسلم ثقة على دين، وهذه نصيحته وهو أهل ذكر في هذا المقام، تسمع نصيحته ويستجاب لتوجيهه، وتكون حالة ابنتنا محمد ما قال الله تعالى فيها في كتاب الكريم في آية الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد ما تتم حملها وربنا يكبرها وتقوم بالسلامة، ويعني يقر عيونها بأن ترى وليدها يعني بشرا سويا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتتمكن من الصيام تصوم لهذا النص الكريم المحكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان الآن السبب في الإفطار، العذر الشرعي الإفطار بوصية أهل الذكر الطبيب المسلم الثقة المأمون الدين، طيب بعد ما تضع حملها ينشأ عندها عذر آخر له الرضاعة، فإذا كانت الرضاعة ستؤثر على يعني الصيام، سيؤثر على كم رضاعتها واللبن الذي تربي به طفلها، يبقى الرضاعة عذر آخر شرعي يبيح لها أن تفطر إلى أن تتم الرضاعة إلى المدة اللي هم تتفق عليها مع زوجها، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حملين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كانت هناك فرصة بعد إتمام الحمل وبعد إتمام الرضاعة للصيام يبقى تصوم. إذا كانت يعني أعذارها الشرعية ستتواصل وتتتابع حمل فرضاعة حمل فرضاعة حمل فرضاعة ولن تتمكن من الصيام، يبقى عليها ما قال الله تعالى في كتاب الكريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى تخرج طعام مسكين عن كل يوم أفطرته من أيام الشهر. هذا خلاصة القول إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله. سؤالها الثاني دكتور عن مسألة إن أهل زوجها ظلموها وهي مش قادرة تسامحهم، فهل عليها ذنب؟ ابنتي محمد العلاقات الاجتماعية يعني ربما لا أبالغ لو قلت إن هذا مما عمت به البلوى إلا من رحم الله عز وجل، ولكن وصيتي ونصيحتي لابنتي ما قال الله تعالى في كتاب الكريم فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويوم القيامة ينادى أين ليقم الذين أجرهم على الله، ليقم الذين أجرهم على الله، فيقوم هؤلاء الذين عفوا لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعظم الله تعالى لهم الأجر ويعظم الله تعالى لهم المثوبة. والنص الكريم في سورة آل عمران يبين أن من أوصاف المتقين، من أوصاف المتقين يعني كظم الغيظ والعفو، فتعفو أختنا وابنتنا أم محمد ليجعلها الله تعالى في مصاف المتقين، فقد قال تعالى في سورة آل عمران في أوصاف المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ورب عدة للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء، اثنين، والكاظمين الغيظة، ثلاثة، والعافين عن الناس، هذه الوصفة، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلذلك وصيتي لابنتي أن تعفو وتترك، يعني سيدنا أبو بكر الصديق يعني لما آذاه مصطح بن أثاثة أحد أقربائه، وده من أقربائه، وخاض في حديث الإفك، الله سبحانه وكان خير
مصطح بن أثاثة، يعني لحم كتاف مصطح بن أثاثة من خير أبي بكر الصديق، ومع ذلك لم يحفظ الجميل ولم يحفظ المعروف ولم يحفظ الفضل، وخاض مع الخائضين. يعني إذا لم يحافظ على عرض سيدة عائشة ويمسك لسانه عن عرضها لأنها من أقربائه، على الأقل يمسك لسانه عن الخوض في عرضها مع الخائضين لأن أباها يبره ويحسن إليه. ومع ذلك لما خاض مع الخائضين وحلف أبو بكر ألا يناله بخير بعد ذلك، الله تعالى عاتب الصديق فقال في قرآن يتلى اليوم القيامة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهجن في سبيل الله وليعفوا. أمره أمر يا ابنتي محمد، أمر من الله تعالى، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما أنزل الله تعالى هذه الآية وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر قال: نعم نحب أن يغفر الله لنا وأن يعفو عنا، وغفر وعفى. والنص الكريم يقول تعالى في أواخر سورة البقرة: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. الله تعالى يقول: قد فعلت قد فعلت، فاعفي حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، واغفري حتى يغفر الله عز وجل لك. نعم نعم دكتور، معنا الأخ أسامة من مصر. أستاذ أسامة تفضل. أستاذ أسامة، فقدنا الاتصال بالأخ أسامة. دكتور أخ سائل بيسأل بيقول إن هو وهو في الركعة الثانية في إحدى الصلوات الفريضة يعني نسي سجدة، فسؤال الأخ السائل: ماذا يفعل لو تذكر في الركعة الثالثة، وماذا يفعل لو تذكر عند التشهد الأخير؟ بالنسبة لمن نسي السجدة الثانية، السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والمتروك من الصلاة كما يقول الفقهاء باختصار، وذي قاعدة عامة للمشاهدين الأحبة، المتروك من الصلاة إما ركن وإما سنة وإما هيئة. أعيد: المتروك من الصلاة إما ركن مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفتحة، مثل الركوع، مثل السجدة الأولى، مثل السجدة الثانية، أو سنة مثل التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية والثلاثية، أو هيئة مثل رفع اليدين عند تكبير الإحرام، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، دي هيئة من هيئة الصلاة. فإذا كان المتروك من الصلاة ركن ركن مثل السجدة الثانية كما في حال السؤال الأخ السائل، وتذكر وهو في الإيه، فين يا أخ طارق؟ ذكر متى؟ هو بيقول إن هو تذكر في الركعة الثالثة، يعني في ثاني ركعة تذكر إن هو نسى الركعة اللي فاتت، السجدة اللي فاتت. إذا 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 تذكروا في الركعة الثالثة إنه ما سجدش السجدة الثانية من الركعة الثانية، يسجد على طول مباشرة، يسجد السجدة الثانية ثم ينهض للركعة الثالثة، ينهض للركعة الثالثة وبعدين في الآخر يسجد للسهو إن شاء الله سبحانه وتعالى. لو تذكر في التشهد الأخير أيضا ينهض مباشرة ويأتي يأتي بسجدة ثانية، لأن السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، وإذا كان المتروك ركن لابد من أن يأتي به ثم يسجد للسهو في الآخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لو تذكر بعد ما فرغ من الصلاة تماما وطالت المدة بحيث ممكن يسبح 33 مرة، يبقى عليه أن يعيد الصلاة كاملة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله. دكتور، في أخ سائل بيسأل بيقول: هل قيام ليلة النصف من شعبان بدعة؟ القول الفصل ما عليه المحققون من العلماء بالنسبة لليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان، لم يثبت حديث صحيح في فضل النصف من شعبان لا الليلة ولا نهارها، وبالتالي التخصيص يوم من النصف من شعبان بصيام لأن النصف بدعة، وتخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام لأنها ليلة النصف من شعبان أيضا بدعة، لأنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما شعبان اللي يصوم في شعبان يصوم بإطلاق، أرجو التنبه، تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام لأن نصف شعبان بدعة، لم يرد أن الرسول خصص يوم النصف من شعبان بصيام، ولم يرد أن الرسول خصص ليلة النصف من شعبان بقيام أبدا. إنما الشهر عموما الرسول كان يكثر من الصيام في شهر شعبان كما قلنا في ليلة الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يخص النصف من شعبان بصيام ولا تخص ليلة النصف من شعبان بقيام، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يثبت ذلك فمن فعل ذلك يبقى يكون بدعة. نعم. أخت سائلة دكتور بتقول: زوجي بيعاني. لكن هو طبعا تقوم، يعني عايز يقيم النص، يقيم ليلة في شعبان على وجه العموم. أينا. على وجه دون تخصيص إنها ليلة النصف لذاتها،
لأن ورد كما قلنا في بعض الحلقات السابقة من هذا البرنامج المبارك أن قيام الليل ليس مقيد حتى برمضان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم في وصف عباد الرحمن، ونحن في هذا البرنامج المبارك تعرضنا كثيرا لبعض صفات عباد الرحمن، تذكر يا أخي طارق؟ صحيح دكتور صحيح. فكان منها قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي سورة السجدة التي من السنة أن يقرأها المسلم في صلاة الصبح من كل جمعة في الركعة الأولى يقول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي سورة الزمر يقول تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي سورة الذاريات يقول تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهكذا وفي سورة آل عمران يقول تعالى في وصف المتقين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فله أن يقوم في أي ليلة من ليلة شعبان لكن لا يخص ليلة النصف بشيء لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أم محمود. أم محمود تفضلي. أم محمود سمعنا؟ أخت أم محمود هل أنت معنا في على الهاتف؟ طيب يبدو في مشكلة في التواصل معها. دكتور أخت سائلة بتسأل بتقول إن أنا زوجي بيعاملني بخصام وعنف وبحدة شديدة جدا رغم إن هو بيحج وبيصلي وبيصوم وبيعامل الجميع معاملة طيبة وحسنة ويراعي الجميع ويجبر خاطر الجميع إلا أنا رغم إن هو عارف إن أنا ماليش حد، فماذا أفعل مع هذا الزوج وبماذا تنصحه؟ عليها أن تصبر وتحتسب هذا واحد، والصابرون أجرهم بغير حساب كما قال تعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه واحدة. الثانية النبي وصيتي لهذا الأخ إذا كان يسمعنا الآن أو هي ممكن تسجل هذه الحلقة وتسمعه إياها، وصيتنا له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، ووصيتنا له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أقول له ما قال رسول الله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأقول له يعني لتكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رفيقا بأهله وكان رسول الله حريصا يعني على يعني مودة أهله وجبر خواطر أهله. والنص الكريم في سورة الروم الذي تحدث عن ما يكون ما ينبغي أن تكون عليه المعاملة بين الزوج والزوجة يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يلاطف السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوجه، ومن ملاطفته لها أنه كان يقول لها يا عائش يا عائش يا عائش يعني إيه ترخيما وتلطفا وتجملا وتقربا وتحببا وتوددا، والحب بالتحبب والود بالتودد كما في بعض الآثار. وكذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان يعني يتناول القطعة من العظم الملبسة باللحم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تأكل منها فيمسك هذه القطعة الملبسة القطعة من العظم الملبسة باللحم فيضع فمه في موضع فم زوجي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق السيدة عائشة رياضة اللي هي مسابقة الجري يعني فسابقها مرة وقد كانت يعني وزنها لم يثقل بعد ولم يزد اللحم في جسمها بعد فسبقت الرسول، ثم لما تقدم بها العمر وثقل لحمها وثقل وزنها سابقها فسبقها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذه بتلك قالت له هذه بتلك يعني أنت أنا سبقتك قبل كده والمرة دي أنا يعني سبقتني يبقى النتيجة واحد واحد تعادل يعني
فلذلك عليه هذا الأخ أن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعامل أزواجه. والله سبحانه وتعالى قل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر ومن هذا البرنامج المبارك، فأدعو كل أخ وكل أخت، كل زوج يعني متزوج أو على وشك أن يعقد الزواج وعلى وشك أن يفتح بيت وأن يؤسس بيت، أن يقرأ في العلاقات الزوجية وأن يقرأ في الحقوق الزوجية، ويقرأ بعض الكتابات الإسلامية مثل كتاب تحفة العروس للأخ محمود مهر الإسطنبولي، أو يسمى الزواج الإسلامي السعيد، أو تحفة العروسين للأستاذ محمود قطب عليه رحمة الله، وغير ذلك من الكتابات الإسلامية، كذلك من وصايا الرسول للشيخ طه عبد الله عليه رحمة الله، من وصايا الرسول في كثير من الأمور والوصايا النبوية في كيفية معاملة الزوج لزوجته. نعم دكتور، احنا بنعتذر لحضرتك على هذه المشكله في الصوت، وطبعا يعني نشكر فضيله الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وايضا طبعا الشكر موصول لحضراتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.